السلام عليكم. طلاب درسنا لهذا اليوم إيجاد المعادلة التربيعية إذا علم جذرها. في الموضوع السابق تمكنا من إيجاد جذور المعادلة التربيعية، الآن الصورة العكسية للموضوع حتى يصير السؤال به تحقيق أيضا لنفس النتائج. المعادلة التربيعية للمعادلة التربيعية على الصورة اي اكس تربيع زائد بي اكس زائد سي تساوي صفر، حيث الاي والبي والسي اي وبي وسي المعاملات تنتمي للاعداد الحقيقيه، واي لا تساوي صفرا حتى تبقى المعادله من الدرجه الثانيه. حلين تمكنا من إيجادهما بالدستور. نكتب الدستور: الأكس تساوي سالب البي زائد ناقص الجذر التربيعي للمميز بي تربيع ناقصاً 4AC على 2A. ومنعتها حصلنا أن الجذر الأول X1 يساوي، نأخذ القيمة الموجبة، سالب البي زائداً الجذر التربيعي بي تربيع ناقصاً 4AC على 2A، هذا هو الجذر الأول. والجذر الثاني X2 يساوينا سالب البي ناقصاً الجذر التربيعي بي تربيع ناقصاً 4AC على 2A. وجدنا أن العدد ومرافقة عكس إشارة جزءه التخيل، لاحظ بهذا الترتيب لأن المعاملات حقيقية. الملاحظة في إيجاد العملية العكسية، نرجع المعادلة، نجمع الجذرين X1 زائدا X2، راح الناتج يصبح بهذا الشكل، سالب البي زائدا الجذر التربيعي بي تربيع ناقصا 4AC على 2A، هذا هو الجذر الأول، زائدا الجذر الثاني سالب البي ناقصا الجذر التربيعي بي تربيع ناقصا 4AC على 2A. بما أن المقامات موحدة راح الناتج يصبح بهذا الشكل 2A في المقام. لاحظوا ياي يعني. سالب 1B سالب 1B يصير سالب 2B. الجذر التربيعي لاحظ مرة موجب ومرة شنو سالب، راح يصير عندنا حذف. بعد توحيد المقامات الناتج بصورة مبسطة، اختصار على 2 راح يصير عندنا المجموع يمثل عندنا سالب بي على اي، مجموع الجذرين. حتى الطالب لا يتعود على طريقة الحفظ يقدر يستنتج او يشتق السؤال يبسطه بطريقة ثانية. الرياضيات طريقة فهم وليس طريقة كتابة وحفظ. حاصل ضرب الجذرين يكون بالشكل التالي: الجذر الأول X1 مضروب في X2 راح يصبح الناتج بهذا الشكل، سالب البي زائدا للجذر التربيعي بي تربيع ناقصا 4AC على 2A، هذا الجذر الأول، مضروب في الجذر الثاني سالب البي ناقصاً الجذر التربيعي بي تربيع ناقصاً 4AC على 2A. عملية الضرب لاحظ بالشكل التالي يساوي الناتج بالسهولة المقامين 4A تربيع. أرجع للبسط، العدد ومرافقه، مربع الأول يصير بي تربيع، سالب السالب لاحظ بي تربيع، مرة موجب ومرة سالب، راح يصير عندنا نكسر موجب في السالب، سالب هنا، لاحظ جذر في جذر، عدد بدون جذر، يصير بي تربيع ناقصا 4AC. فتح الأقواس صار عندنا بي تربيع ناقصا بي تربيع، الإشارة السالبة بعد ما تدخل على القوس تغير الإشارات، زائدا 4AC على 4A تربيع.
في البسط حذف موجب ب تربيع سالب ب تربيع، الناتج المتبقي هو 4 اي سي على 4 اي تربيع. اختصار موجود بين البسط والمقام، اول مره العدد الأربعة ويا الأربعة تقسيم أربعة، والأي لأسها واحد ويا الأي لأسها تربيع، صار الناتج عندنا سي على أي. يمثل هذا الناتج حاصل ضرب الجذرين. نعم، يقدر الطالب يتوصل لهذه الطريقة للحصول على طريقة ثانية في الحل أيضا من نفس الكتاب. لاحظ مجموع الجذرين حاصل ضرب الجذرين. نقسم المعادلة الأصلية على قيمة أي لا تساوي صفر، ومن أثناء نحصل الناتج التالي. نقسم الصورة القياسية لمعادلة الدرجة الثانية اللي هي أي أكس تربيع زائد بي أكس زائد سي يساوي صفر، تقسيم أي لا تساوي صفرا، من أثناء نحصل أكس تربيع لاحظ بهذا الشكل زائدا b على ال a مضروبة في x زائدا c على ال a يساوي صفر. عندما نقارن هذا الناتج مع ما حصلنا عليه من مجموع الجذرين وحاصل ضرب الجذرين، نستنتج أن المعادلة اللي راح نحصل عليها هي x تربيع ناقصا مجموع الجذرين x1 زائدا x2 مضروبة في x، ما نكتب بالعربي، زائدا حاصل ضربهما x1 مضروبه في x2 يساوي صفر. يقدر الطالب للسهوله بهذا الشكل، هنا يصير عندنا مجموع الجذرين للتبسيط فقط، مجموع الجذرين وهنا حاصل ضربهما، حاصل ضرب الجذرين. يجب كتابه الصوره للمعادله المطلوب ايجادها بالرموز باللغه الانجليزيه. مثال مثالين في الكتاب يوضح الطريقة أولا ثم يبسط الناتج حسب الرموز، وهناك استخدام لرموز أخرى مثل L و M لتجنب الكتابة باللغة العربية. لحد هنا واضح طريقة الحصول على قوانين. هذا الموضوع يوضح لنا أن هناك طريقتين لإيجاد المعادلة. الطريق الأول هو عملية التطبيق المباشر تعويض، الطريقة الثانية هي عملية المقارنة، أي أن كل سؤال في الامتحانات هناك طريقتين في الكتاب إضافة إلى طرق أخرى استنتاجية يمكن أن يحصل عليها الطالب لحل أي مسألة بدون الرجوع إلى الملازم أو نتائج ثانية. النوع الأول من الأسئلة الوزارية، كون المعادلة التربيعية التي جذرها إعطاء جذرين. النوع الثاني، جذر واحد إضافة إلى ملاحظة. هذا الموضوع راح يقسم إلى ثلاثة أجزاء. نحل المثال الأول، مثال الكتاب نصاً، والمثال الثاني اللي موجود على السبورة أمامك مثال بمستوى الوزاري. المثال الأول، لاحظ طريقة الإجابة مطابقة للإجابات اللي تنص عليها وزارة التربية. أولاً الجذرين معلومة، الجذر الأول C1 يساوي 2 ناقصاً 2 بالإشارة الموجبة، الطالب يقدر يسمي X1 X2 لتجنب كثرة الرموز X1، هذا هو الجذر الأول. الجذر الثاني X2، الإشارة تدخل على القوس سالب 2 زائد 2 I، الجذر الأول بالإشارة الموجبة، الجذر الثاني الإشارة السالبة تدخل على القوس، هذا هو الناتج. مجموع الجذرين X1 زائد X2 يساوي، لاحظ وياي حاصل الجمع هنا صفر، العدد و هنا نظيره، لاحظوا وياي صفر، موجب 2 وسالب 2 صفر، سالب 2 اي موجب 2 اي صفر، مجموع الجذرين صفر، حاصل ضربهما x1 مضروبه في x2، يقدر يطبق بالشكل اما ضرب عمودي او ضرب الافقي بهذا الترتيب، 2 ناقصا 2 اي مضروبه في سالب 2 زائد 2 اي. عملية تعويض، الناتج وين يساوي؟ الأول في الأول، الأول في الثاني، سالب 4 زائدا 4 آي، لاحظ زائدا 4 آي الثاني في الأول، الثاني في الثاني،
السالب في الموجب سالب اي في اي اي تربيع اصبح موجب 4. بعدها عندنا حذف موجب 4 وسالب 4، الناتج المتبقي هو 8 اي. مجموع الجذرين 0، حاصل ضربهما 8 اي. صيغة السؤال كون المعادلة التربيعية. المعادلة التربيعية هي اكس تربيع ناقصا مجموع الجذرين x1 زائدا x2 مضروبة في x زائدا حاصل ضربهما x1 في x2، وليس بالعربي. طيب كل الرموز لاحظة باللغة الإنجليزية. x تربيع ناقصا مجموع الجذرين في x، مجموع الجذرين صفر في x، والأفضل بهذه الصورة، زائدا حاصل ضربهما 8 i. تعويض في المعادلة القياسية التربيعية ثم تبسيط، الناتج أصبح x تربيع زائدا 8 i يساوي 0. هذا هو جواب المثال الأول. المثال الثاني، لاحظ كون المعادلة التربيعية، من كل كلمة في السؤال يمكن إيجاد معلومات. طالب بهذا الشكل، كون المعادلة التربيعية، طريقة أخرى للإجابة، الحل أكتب المعادلة التربيعية x تربيع ناقصا مجموع الجذرين مضروبة في x زائدا حاصل ضربهما x1 مضروبة في x2 يساوي 0. الملاحظة الثانية، ذات المعاملات الحقيقية وأحد جذريها، خلنا نعتبر هذا هو الجذر الأول x1، x1 يساوي الجذر التاسع للأي. نستفاد من خواص الأي اللي درسناها سابقا بهذا الشكل، راح يصبح الجذر يساوي الجذر التاسع للآي في واحد، على اعتبار معامله واحد. أبسطها أكثر، الجذر التاسع للآي في هذا العدد واحد أبدل بآي أس ثمانية حتى تتناسب مع درجة الجذر. هاي الملاحظة أشرنا لها في موضوع الفصل الثالث إذا الطالب يتذكرها، الجذر التاسع للعدد i للاس 9 ويساوي لنا i. هذا هو الجذر الاول. ارجع للسؤال، ذات المعاملات الحقيقيه، بما ان المعاملات حقيقيه، بما ان المعاملات حقيقيه اذن الجذران مترافقان، اذن الجذران مترافقان. هذه الملاحظه اشير لها ملاحظة، ما يحتاج الطالب يكتبها في الوزاري، فقط يتنبه إلها، يكتب أن الجذر الثاني x2 يساوي أن سالب الآي. لاحظ العدد بعكس إشارة جزءه التخيلي، ثم نطبق القواعد اللي طبقناها في المثال الأول. مجموع الجذرين وحاصل ضربهما راسل x1 زائدا x2 يساوي موجب i زائدا سالب الآي ويساوي صفر. العدد هو مرافق. حاصل ضربهما x1 مضروبة في x2 يساوي لنا موجب الآي مضروبة في سالب الآي، الناتج صار عندنا سالب الآي تربيع صار عندنا موجب واحد. ثم نعوض وين؟ في المعادلة القياسية التربيعية، نحصل على هذه الصورة، x تربيع ناقصا المجموع صفر في x لاحظ زائدا حاصل ضربهما واحد يساوي صفر. أبسط هذه المعادلة تصبح بهذا الشكل، x تربيع زائدا واحد يساوي صفر. نتأكد من هذا الموضوع بالتحقيق بهذا الترتيب، تحقيق للتأكد من الجذور، x تربيع زائدا واحد تمثل مجموع مربعين، طالب كان يكتب لا يحلل، لاحظ بهذا الترتيب، x تربيع موجب واحد أبدلها بسالب i تربيع يساوي نصف. الفرق بين مربعين x زائدا i مضروبة في x ناقصا i يساوي صفر، ومن أثر حصل f x يساوي لنا سالب ال i or
الاكس يساوي ان موجب الاي. لاحظ هذا التحقيق ما مطلوب من الطالب، بس حتى الطالب يتعود بالرياضيات يقدر توصل الى نتائج صحيحه ومتاكد من صحه الحل، مو فقط كتابه تشبه كتابة الملازم. هذه طريقة الحل واضحة جدا في الكتاب، وهناك طرق أخرى من نفس الكتاب أتطرق لها إن شاء الله في درس قادم. طلاب، أمثلة النوع الأول، لاحظ المثال التالي من أمثلة الوزاري. كون المعادلة التربيعية، كون المعادلة التربيعية ذات المعاملات الحقيقية، ذات المعاملات الحقيقية وأحد جذريها لاحظ المثال 2 زائدا i للأس 13 ناقصا 16 n. هذه الأمثلة لم تطرق أبدا في مواضع التواصل الاجتماعي، أمثلة وزارية سابقة في السنوات الحالية قام يرجعون إليها في امتحانات الوزاري. الأفكار موجودة نصاً في الكتاب، لا تعتبر أسئلة خارجية. لاحظ طريقة الحل وإيجاد الجذور. الحل من كل كلمة في السؤال نطلع المعلومات. أولاً المعادلة التربيعية، المعادلة هي X تربيع ناقصاً مجموع الجذرين X1 زائداً X2 مضروبة في X زائداً حاصل ضربهما X1 في X2 يساوي صفر. الملاحظة الثانية المعاملات حقيقية، بما أن المعاملات حقيقية أستنتج من إذن الجذران مترافقان، إذن الجذران مترافقان معناها إذا حصلنا أحد الجذرين الثاني هو مرافقه. الجذر ما مكتوب بطريقة مبسطة، الجذر الأول X1 يساوي 2 لاحظ زائداً i للأس 13 ناقصاً 16 n. طريقة التبسيط هنا الناتج يساوي 2 تنزل زائد هنا تجزئة يصير i للأس موجب 13 في i للأس سالب 16 n تجزئة الأسس. هذه الملاحظات اللي راح نشير إليها في الفصل الأول تفيدنا في بقية الفصول، تجزئة الأسس. بعدها صرت 2 زائدا i للأس 13 لاحظ وهنا استخدم الرفع للأسس i للأس 16 n لاحظ بهذا الترتيب الرفع للأسس الرفع للأسس. بعدها نستفاد من خواص ال n 2 زائدا الأولى معلومة أقسم على 4 I للأس تقسيم 4 بها 3 13 تقسيم بها 3 في 4 12 يزود عندي 1 في المقام I للأس أقسم على 4 بها 4 N لاحظ مهما تكون قيمة الـ N. أبسط المثال يصير عندي 2 زائدا I من مضاعفات العدد 4 تصبح عندي فقط قيمة الـ I في المقام i اس 4 تعال ايش قعدنا 1 استخدمنا القاعده التاليه i للاس 4 n زائدا r يساوي لنا i to the r. هاي قاعده موجوده نصا في الكتاب، طريقه الاستفاده منها لاحظ استخدمنا خاصيتين من خواص الاسس. هذا هو الجذر الاول صار عندنا 2 زائدا i من عند أرجع للملاحظة بما أن المعاملات حقيقية الجذران مترافقان إذن X2 يساوي مرافق هذا العدد أستخدم التعريف 2 ناقصاً للآي. لاحظ توصلنا بعد مجموعة من الخطوات مجموعة الجذرين X1 زائداً X2 يساوي أعوض راح يصير الناتج 2 زائداً آي زائدا 2 ناقصا الاي. ابسط الناتج موجب اي سالب اي حذف راح الناتج يساوي لنا 4 عدد حقيقي. حاصل ضرب الجذرين x1 مضروب في x2 يساوي لنا 2 زائدا اي مضروبه في 2 ناقصا اي
الناتج يساوي لنا. استخدم الخواص، لاحظ العصر الناتج 4 زائدا 1 ويساوي لنا 5، 2 في 2 اي في اي سالب ناقص الاي تربيع عادل سالب 1. نعوض في المعادلة اللي أشرت إلها الجزء الأول، راح يصبح المعادلة بهذا الشكل: x تربيع ناقص مجموع الجذرين 4x زائدا حاصل ضربهما يساوي لنا 5. لاحظ بهذا الصورة، هذا المثال كان عندنا المثال الأول في بداية موضوع إيجاد المعادلات التربيعية. لاحظ بدأنا المثال وختمنا الفكرة الأولى في نفس المثال من خلال الأمثلة اللي مقاربة بمستوى الأمثلة الوزارية. لاحظ أعيد الفكرة مالتهم. النوع الأول من الأمثلة: كون المعادلة التربيعية ذات معاملات حقيقية وأحد جذريها أو يذكر الجذرين في وقت واحد. هنا نحتاج جملة ملاحظات. أولا الحصول على المعلومات من نفس السؤال، كون معادلة تربيعية، نكتب المعادلة التربيعية. الملاحظة اللي موجودة في السؤال ذات المعاملات الحقيقية تكتب وماذا يستنتج منها. بما أن الجذر الأول معلوم، هذا الجذر نبسط حسب قواعد الأسس، تجزئة الأسس، الرفع للأسس، هذه المواضيع راح نستفاد منها في المواضيع إن شاء الله القادمة في الفصلين الثاني والثالث وأيضا الفصول التالية. حصلنا بعد التبسيط الجذر الأول. أرجع للملاحظة، المعاملات حقيقية، جذران مترافقان، هذا هو مرافق العدد. استخدم التعريف مرافق العدد، هو العدد نفسه بعكس الإشارة. ثم جمعنا الجذرين حصلنا عدد حقيقي، حاصل ضرب الجذرين أيضا عدد حقيقي حتى ما يصير عند الطالب خطأ. ثم نعوض الناتجين المجموع وحاصل الضرب في المعادلة القياسية التربيعية للحصول على الناتج. هذه المعادلة يتمكن الطالب أن يحلها بالدستور للتأكد من صحة الحل. إلى اللقاء في الدرس القادم. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.